إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانه جل جلاله وارتفع سلطانه ولا إله غيره، سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد
وتفقهوا في قول مولانا جل جلاله هذا الوعد وهذا
وقلت لكم أن الاقتصادي العالم العليم المعلم من قبل رسول الله رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والحديث عند الإمام البيهقي من حديث محمد بن الحسن بن علي صد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقر، لأن فتن المال لا تعد ولا تحصى.
وميثاقا على الغني بان يخرج من زكاته ليس تفضلا بل اجبارا، حتى قالها الملك علانيه في سوره الحديد: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انتبه، اريد ان اقول لك مستخلفين ولم يقل متملكين، لا، انت ما عندك انما انت مستخلف فيه، مستخلف فيه عمن قبلك، وانت مخلوف لمن هو بعده، فتلك نسبة ودائرة يديرها الله بالليل والنهار، والناجح والذي وفقه الله من اسعده بطاعته، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم عباد الله، فلأجل ذلك فهم الصحابة هذا المفسد، ونجد هناك من الآيات ما لا يعد ولا يحصى، وهو يقول الملك جل جلاله: مع بعض من الآيات القرآن، وهي تتحدث عن الزكاة التي يراها الناس عباد الله، وقلت أنها علاج رب الكعبة، ليس لاسم فقط، ليس لاسم، بل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ورب الكعبة، علاج لكل فقير محتاج، لأن الإمام علي، نسيت أن أنتهي من كلام الإمام، يقول أن الله أقسم بالله قد رأينا أطفالا ماتوا من أجله، والله العظيم رأينا على مسمع ومرأى من العالم في مليار ونصف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ورأينا أطفالا ماتوا من الأرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الإمام يقول: فإن جاعوا أو عروا جلوا، يعني تابعوا، فكان حقا، كلام الإمام علي، فكان حقا على الله أن يحاسب الأغنياء يوم القيامة ويعذبهم على ذلك. كان واجب على الملك ولا يجب على الله شيء، شد جلاله. نعم إلى الله، فيقولون أنه ما جاء فقير إلا بسبب غني، وما تعرض فقير إلا بسبب غني. نعم، الأمة أكرم من ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى في أحوج ما يكون
النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى رسول الله وقالت يا رسول الله قد صنعت لك اسمع الأمر عظيم لها الشهرين والترجم صلى الله وسلم على رسول الله اسمع قالت يا رسول الله قد صنعته لك بيدي وها هي وها هو هدية لك يا رسول الله هل يقبلها النبي؟ نعم رب الكعبة ما رفض هدية أبدا فقبلها النبي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من قبل حينما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمع من أصحابه وعدد من أصحابه ومن سنة النبي ومن هديه أنه إذا أهديك فألي من أهداك ما أهداك ليستشعر بطعم السعادة في قلبه ويحب أن يرى هذا الثوب عليك ويحب أن يرى هذه الهدية في يدك أو على جسدك اسمع هكذا بهدي النبي فأخذها النبي ودخل بينه صلى الله عليه وسلم ولبسها في اللبسة الأولى صلى الله عليه وسلم وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه فما كان من الصحابة كادوا أن يكبرون بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل زاد الثوب النبي صلى الله عليه وسلم جمالا إن الثوب هو الذي ازداد جمالا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من الصحابة إلا وأنها حدثت الأبصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحلة الجديدة صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الصحابة أي رسول الله قال أي نعم صلى الله عليه وسلم قال اعطينيه يا رسول الله تخيل المشهد ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج بدبلوماسية دبلوماسية الكذب؟ لا ورب الكعبة ما عرف الكذب طريقا إلى رسول الله. هل قال لو قبل حتى استسمح معلش ممكن تذهب بها إلى مقابل بعض الوفود؟ لا ورب الكعبة بل عاد إلى هجرته فخلعها فإذا الصحابة يتضاهلون معه ويحك ترجم قيمة حياته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها انتظر حتى أسبوعا وأخذ الصحابة يوبخون هذا الرجل صليتم على رسول الله إذا بهذا الصحابي يصادف الصحابة ويفاجئهم بقول ما أحلاه يقول لهم وأيهم الله والله العظيم ما أخذت زوج رسول الله من هذا الأسبوع أهل كبير غاية حتى أخرج به ولكن لأوصي به أن أكفل فيه أو تكفل في ثوب لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كثير شوعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وعلى حاجة وعلى وآثار من أمامه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين صلى الله عليه وسلم رأيناه صلى الله عليه وسلم بشوشا سمحا في كل امور معاملاته صلى الله عليه وسلم لابي وامي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان ياتي اليه الرجل الفقير المعدوم وكان من الاعراب والاعراب عندهم من القنفه سكان الباديه حيث انهم ظروف وصحراء ورمال واحوان كان ياتي اليه الرجل من الباديه الاعرابي حتى صح عنه انه دخل عليه الرجل وقال ولا من بيت أبيك واحد من السلام لك الدين وأنت بتديني من بيتك صديق عن رسول الله كيف يكون حالك؟ كيف تردوا على ذلك؟ والله قد رأيت هذا المشهد وقلت لكم ربما العام الماضي نعم هذا الجوال بالله كان أحد الكبراء في العيد الأكبر في عيد الأضحية أحد الذين أكرمهم الله وأن عليهم ذبحوا أكرمكم الله ذبيحة كبيرة عجلا فالتف الناس Thank you.
من بيتك ولا من بيت أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي وكان يأمر به بالعطاء، يأمر له بالعطاء الرفيع صلى الله عليه وسلم. أتدري لماذا؟ لأن أعمل العابدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من قبل هو الذي جل جلاله الله، كيف لا يكون ذلك وهو الذي جاء إلينا بقول الله تبارك وتعالى: اسمع عبد الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اسمع حبيب وفي الله. الآية الثانية كذلك في سورة المزمل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا من خير وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وبعد العطاء القليل، بعد أن تعطي، استغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. تعال واسمع من رسول الله وهو يقول الصحابة على الإنفاق في سبيل الله وعلى إخراجها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عباد الله رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس، اسمع عفوا، من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، اسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: تمعن معي في هذا الحديث، اسمع وتدبر شيئا. قال له النبي ووصاه: يا معاذ، قال: نعم يا رسول الله. قال: انك تاتي قوم اهل كتاب، قوم اهل كتاب يا معاذ، فادعهم الى لا اله الا الله واني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا ودين دعوتنا، اسمع، فانهم اطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أخبرهم بأن هناك زكاة. اسمع إلى رسول الله وهو يؤدب معاذ ويقول له: إذا ما جئت بالزكاة وبالأموال وإن أخرجوا لك الأموال، يوصيه النبي وهو يأخذ، يقول له: يا معاذ، وإياك وكرائم أنعامهم، ما أعطوه لك خذه، لا تقل لهم: لا أدفع إلي بذاك وهذا، لا، هذا ليس بجيد، ما أعطوه لك يا خذ، وإياك وكرائم أفضل وأنفس ما عندهم، لا تجاملهم في ذلك ولا تبغضهم على ذلك. ثم يقول له: يا معاذ، وإياك ودعوة المظلوم، وممكن يديلك الزكاة يا معاذ ويدعو عليك لأنك أرغمته على شيء ولا يحب أن يخرجه. سبحان الله رب العالمين. اسمع: وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم اغفر لنا دعوة المظلوم يا رب، كل شر مظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوضح لنا أن من دلائل ومن أوائل ما يفرض على أي مجتمع إسلامي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة. نعم عباد الله، فطوبى عباد الله، وطوبى لمن أخرج ما أوجبه الله عليه وابتغى بذلك وجه الله، حيث أن الله قد قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، اسمع، أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات.
ميسرا يا رب العالمين. اعلموا عباد الله ان الزكاه قد فرضها ربي تبارك وتعالى، وهي من اوائل ما فرض على امه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انها فرضت في العام الثاني من الهجره، هجره النبي صلى الله عليه وسلم، بشروط وروابط مخصوصه، وفي كل ما هو يقوم، وفي كل ما هو يباع ويشترى، وفي كل ما اخرجته الارض، نعم، في المال زكاه، في الزروع زكاه، في الثمار زكاه، ومع ذلك شقيق وبخيل. الدليل قول الحق تبارك وتعالى في
سوره الاسراء جل جلاله عباد الله: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانكار. الله عندك لا يعد، ومع ذلك الخير والشهيد. ففي هذه الايه يقول: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. اسمع، فبشره، شوف البشر، شتان من يبشر بالجنان وبين من يبشر بالنار، فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذا الذهب، هذا الذره، هذا اليورو، هذا الذهب، هذا الفضه، هذا في عصره يوم القيامه توضع في النار، ثم يخرجونها من النار، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يوبخهم الملك فيقول: هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. وجاء عند الامام البخاري من حديث ابي هريره ان النبي محمد قال: من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع. شجاع اقرع يعني ثعبان. واقرع لماذا؟ قال اهل العلم: لكثره حشره بالسم سقط شعره ممتلئ بالسم. اسمع، فيطوق به اي بهذا الثعبان ويوضع في عنقه، ثم ياخذه الثعبان بشقيه بهمزمتيه اي بشقيه، ثم يقول يا باشا انا كنزك انا مالك. ثم تلا النبي محمد قول الحق جل جلاله: ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض. نعم عباد الله، بعث الا الزكاه. الزكاة يعود خيرها عليك، وأول ما يعود على نفسك، حيث أنها تطهير للنفس وتزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك هي تطهير للفقير حتى لا يكسرك ولا يحمل عليك. قال الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم حتى تصل النفوس. الأمر الثالث فيها سد حاجات الناس، كمن بيت مكروه الان ومكفول على اهله، وربما لو تكلمت الحوائج وتكلمت، ولو تكلم الدنيا لصرخت الناس وقال: يا ناس سبحان الله رب العالمين، انظر الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، كيف كانوا يخرجون باموالهم يتحسسون الناس عباد الله ويسالون عنهم، وهم الذين يذهبون اليهم لا الفقراء الذين ياتون اليهم. سبحان الله، لانهم يعلمون انه حق عليهم وواجب. نعم، هذا هو ابو بكر الصديق حينما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الانفاق في سبيل الله. والقصه مشهوره عباد الله في حديث جيش البصر. نعم، وقال عمر: ها هنا انا استطيع ان اغلب ابا بكر واسبقه في الخير. فما كان من عمر الا وانه جاء باسم ماله وصبه في حجر رسول الله نصف النار. سبحان الله. نعم، يعني ذهب الى بيت كان معك 20,000، 10 فقراء و10 ريال. سبحان الله. هكذا فعل عمر، 100 مال و100 اولاد، هكذا فعل عمر، وجاء وصب الدنانير في حجر رسول الله. فتبسم النبي فرحا بعمر رضي الله عنه وارضاه، وانشرح صدر عمر. وعمر هنا ينتظر من المنافس الاكبر له، الا وهو من؟ ابو بكر الصديق. وما هي الا لحظات، ويدخل تلميذ النبي واستغفر الله، ولكنه تلميذ بالنسبه للنبي. يدخل ابو بكر ويصب التنانير في حجر رسول الله. النبي مع عمر يساله: يا عمر ماذا اقيت لاهلك؟ قال: شطره او مثله يا رسول الله. ثم جاء ابو بكر وصب التنانير، نفس السؤال المكرر: يا ابا بكر ماذا اقيت لاهلك؟ قال له: ما اقيت لهم الا الله
ورسوله. شغل الناس كبيرة، اللهم وفقنا إليهم يا رب العالمين. نعم، وهذا هو كذلك عثمان يأتي بتسعودها، تسعودها من البعيد محمد بالسلاح وإنفاق من يركب عليها أي من الجنود، ويعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي ليس عداو عثمان بعد اليوم الشريف رضي الله عنه وارضاه. فكانوا يتنافسون في ذلك، فطوبى عباد الله هؤلاء. عباد الله، انتم تعلمون ان اوشكنا دخولا على رمضان، وانتم اعلم باحوال الناس، فاخرجوا وانفقوا، وكن على ثقه بان الله عز وجل قد قال فيما رواه الامام الطبراني في الاوسط من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله رب العالمين يا ابن ادم انفق انفق عليك، كم من بيت مكروم يحتاج الى علاج، او يحتاج الى كساء، او يحتاج الى طعام. تعالوا بنا نتراحم، والله ان لم يرحم بعضنا بعضا فلا رحمه. قال الله رب العالمين في الحديث القدسي: من لا يرحم، قاعده ثابته، من لا يرحم لا يرحم. انظر الى جيرانك والى اهل المنطقه، ما عليك لو علمت بان جارك الذي هو في الشارع الذي تسكن فيه، ان زوجته او ولدته يجمع لها في جهازها، جهاز الرأس، لما كنتش راجل راعي تخرج من عندك وتوصي اليه بدون ان يعلم هو؟ هكذا هكذا كان، والله هكذا الاجداد كانوا. لا اتكلم عن عهد الصحابه، نخوه الرجال. لماذا لما تعلم ان جارك رهيب، لماذا لم تكن من اول من يبادر؟ الدنيا كمثل احبابك، كمثل الكره، تلف اما لك واما عليك. سبحان الله، اياك ان تركب الى مالك والى سلطتك والى كرسيك والى اي امر، انما كل ذلك زاني. فكل اليوم في هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ابتدوا بهذا الحديث الذي بدأنا به الجمعة ونكمل به كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في دواتهم وتراحمهم وتعاركهم كمثل الجسد الواحد. فانتبهوا عباد الله، إن المال مال الله رب العالمين، وإن الفقراء إنما هم عباد الله، عيال الله. فاتقوا الله في عيال، في عيال الله، كلمة عيال بمعنى يعولهم، ليس من ناحية النسب. نعم عباد الله، فاتقوا الله فيهم، واعلموا اننا سوف نقف بين يدي الله ونسأل عن كل شيء. وقد اخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم تبعه ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال، ويبقى الثالث وهو عملك. فقدم الان بنفسك، ولا ترك لولدك حتى يصنع لك بعد الممات صدقه جاريه، انت لا تقوم بها، أنت لا تدري ما الذي يفعله ولدك من بعدك. أسأل الله عز وجل أن يحببنا في بعضنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم من فرج عن خلقك ففرج عنه في الدنيا والآخرة، اللهم من فرج عن خلقك ففرج عنه في الدنيا والآخرة، اللهم من نفث عن مؤمن كربة فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما يستره اللهم في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم معسر فيسر الله عليه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الستر والرضا والعفو عما مضى، اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وفضلك عما سواه، اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واحق دماءنا، احق دماءنا بما في بعضنا، اللهم احفظ مصر واهلها وشعبها وبرها وجوها وجميع سكانها يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر في ضمانك وامانك، انت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، انت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم انا نسالك ان تجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اغننا بفضلك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، انت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب لا تخرج احبابي من بيتك الا وقضيت حوائجهم، سترت حالهم، يسرت امورهم، فرجت كروبهم، شفيت مرضانا، شرضانا ومرضى المسلمين، يا من هو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة الا بك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، من احبنا فيك واحببناه فيه، ومن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم.